وسوف يظهر من جديد. من علامات الظهور فلنتعرف على علامات الظهور ولا أطيل. ومن المهم في اعتقادي وظني أننا نتعرف على علامات الظهور لنتيقن بعد ذلك بأننا في وقت الظهور. هذه مسألة هواي مهمة. صلوا على محمد وآل محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من حديث، راح أختار حديث واحد على السريع، وهنالك روايات وردت عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في حديث عن رسول الله مع سلمان الفارسي، يقول يتكلم عن الوقت، عن الزمن الذي يظهر به صاحب الأمر والزمان. طبعا متى يظهر صاحب الأمر والزمان؟ ما حد يدري، هذا سر من أسرار الباري عز وجل. وقال الإمام سلام الله عليه: لعن الله الوقاتين، الوقاتين الذين يجعلون وقتا لظهور الإمام، لا أحد يعرف، هذا أمر الباري عز وجل. لكن هنالك علامات. يقول: وتزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس. يعني المساجد تكون بشكل لا يأتيها المصلون للعبادة، وإنما فقط للزخرفة، كما سوف أشير إلى هذا المعنى، لأن أنا في اعتقادي أنه هو المسجد، يعني مسجد الحرام أو مسجد المدينة كما سوف نرى. يقول: وتحلى المصاحف. مصاحف شوفها جميلة، ها؟ طباعتها جميلة، لون أحمر مرة ذهبي، كلها موجودة بس ما حد يقرأ بيها، صحيح؟ كلش حلوة يعني، أصلا ماكو أجمل من عندها بس ما حد يقرأ بيها، هي المشكلة. وتطول المنارات. وين المنارات الطويلة موجودة؟ هو في المسجد الحرام، طوف حول الكعبة شوف المنارات طويلة. لماذا أنا أقول في المسجد الحرام؟ انظر إلى الرواية، تقول: وتكثر الصفوف بقلوب متباعدة وألسن مختلفة. وين هاي تكون الألسن مختلفة؟ عندما يذهبون إلى الحج أو إلى العمرة. يقول: والذي نفسي بيده يا سلمان. يقول: يحج أغنياء أمتي للنزهة، ويحج أوساطها للتجارة، ويحج فقراؤها للرياء والسمعة. ثم يقول: ذاك، يعني ذلك الوقت الذي يظهر به صاحب الأمر والزمان، يقول: فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير ويتغنون بالقرآن. أنا هواي أحب التجويد وأحب الترتيل، وعندي في رأيي يعني ضعيف أحسن مرتل الحصري، هذا ذوقي أنا. ومن المجودين المنشاوي، لكنني سمعت لبعض المجودين، أعتقد يمكن أبو العينين الشعيشع أو الشعشاعي واحد منهم، عندما قرأ وكان صوته جميل صفقوا له. عجيب، واحد يقرأ القرآن صفقوا له، شيء هواي غريب يعني، يصل الإعجاب إلى حد التصفيق. ويتغنون بالقرآن ويتهافتون بالدنيا. يقول: ذاك إذا انتهكت المحارم واقتسيت المآثم وتسلط الأشرار على الأخيار ويفش الكذب. كذب يصير هو الصفة مو الصدق. وتظهر اللجاجة وتفش الفاقة، يعني الفقر، ويتباهون في اللباس. يا هو يلبس أجمل، مو واحد عنده دين أكثر. ويمطرون في غير أوان المطر
ويستحسنون المعازف يعني الغناء والطرب، وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن جدا صعب في المجتمع الذي نعيش فيه واحد يؤمر بالمعروف. يجوز إذا واحد قام وقال يا بالغناء حرام، يقول له عق على كيفك، شنو الغناء حرام؟ شوية يعني ليش، وين جاي تأمر؟ لو واحد يقول يابا ترى هذا اللباس مو شرعي، لا شنو مو شرعي عليك كيفك انت. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كأن له يعني فشي غريب، وهذا هو في آخر الزمان. حتى يكون المؤمن في ذلك الوقت أذل من الأمة، يكون دليل لأنه يكون مستضعف. ويقول الحديث الشريف أيضا، ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع ببلاء أشد منه. وهنالك مجموعة أخرى من العلامات التي أشار إليها رسول الله. والنقطة الأخيرة التي أحب أن أشير إليها، نحن في عصر الظهور، وعندما يظهر صاحب الأمر والزمان كما في الروايات، إما أن نكون معه وإما أن نكون ضده. ما عندنا حالة وسط، ما عندنا حالة أبي هريرة. دائما أنا أشير إلى حالة أبي هريرة، تعرفون شنو حالة أبي هريرة؟ التل، أنا أسميه يعني مبدأ التل. تدرون شنو مبدأ التل؟ أبو هريرة رضي الله عنه، بس بين قوسين وخطين أحمرين. هو أبو هريرة، ليش هو اسمه أبو هريرة؟ من يعرف؟ كان عنده هرة صغيرة ها يلعب بيها، شو يسموه اللبنانيين بسينة يقولها، صحيح؟ بسينة هم تدليل، فهرة هريرة. هذا أبو هريرة كان عنده مبدأ، المبدأ يقول أنا أعرف علي بن أبي طالب وأعرف معاوية، يقول الأكل مع معاوية أتسم، والصلاة خلف علي أتم، لأن معاوية ما عنده صلاة ولا الله يقبل صلاته أصلا، هاي إذا صلى. لكن من يصير معركة بين علي ومعاوية والوقوف على التل، ما تقدر توقف على التل من يظهر صاحب الزمان. إما أن تكون مع صاحب الزمان وتحمل سيفا من سيوفه وتكون أحد جنوده، وإما أن تحمل سيفا في وجه صاحب الزمان. شلون قضية الإمام الحسين؟ أبو جماعة حاولوا أن يهربوا من الموقف لكنهم اضطروا، أما أن يقاتلوا مع الحسين أو يقاتلوا الحسين. ولذلك علينا أن نهيئ أنفسنا، هل نستطيع أن نكون من أنصار الإمام؟ أرقى معنى أنا يعني أشوفه، أكبر معنى مهم، هو أن نروض أنفسنا على الطاعة، submission, obedience. الطاعة يعني شنو الطاعة؟ يعني إذا جاك صاحب الزمان الآن وقال لك يا فلان اذهب إلى المكان الفلاني أو أخرج من بيتك، شو تسوي؟ لازم تخرج من بيتك، خلاص تعلم نفسك شلون تطيع إمامك، discipline، صحيح؟ ديسيبلين يعني النظام، التعليم. هاي الجهة خلي تصلي على محمد، حسن 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 صبح، صلي على محمد وآل محمد، انتبهوا للكلام. أكو رجل كما ذكر البعض، أكو رجل كان يتوسل بصاحب الزمان سلام الله عليه، نختم بهذه الرواية، كان يتوسل بصاحب الزمان، أريد أن أرى صاحب الزمان سلام الله عليه. جاء صاحب الزمان قال له شو تريد؟ قال له أنا عندي حاجات وهذا. قال له أوكي أنا صاحب الزمان ما يخالف، بس هاي أوكي من عندي، ما يقول أوكي. شوف هذا اللي إحنا تعلمناه. فالإمام ظهر، يبدو أن الإمام أراد أن يمتحنه أو حقيقة. فقال له الإمام هاي الأموال ليست أموالك. قال نعم سيدي، بس يعني شوية تألم قضية يعني بجيلة. قال له هاي الزوجة مو زوجة. الآن قال له هذا البيت ليس بيتك،
تخرج من البيت. شاف هذا أمواله راحت، زوجته ما أدري شنو كلها راحت، فخرج إلى خارج الدار وصاح: يا ناس، هذا حرامي بالبيت موجود. معنى ذلك ما استطاع أن يروض نفسه للطاعة، وربما نمر بهذا الامتحان، وعلينا أن نروض أنفسنا الآن لنكون من أنصار صاحب الزمان، أن نتوحد قضية جوهرية إن شاء الله، نتوحد على محبة آل رسول الله وعلى محبة صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأشياعه وأتباعه والمستشهدين بين يديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.